بس انه حاسس ان الملتحي والمنتقبه غرباء على مصر، شايف ان مصر زي كلام نجيب ساويرس بالظبط لما اتكلم انه من كتر الحجاب في مصر، قال لك انا حاسس ان انا مشيت في شوارع او ماشي في ايران. انا ما اعرفش هو امتى راح ايران ده مبدئيا، يعني راح ايران امتى عشان نبقى عارفين ايه اللي يودي نجيب ساويرس ايران، هل له استثمارات هناك ولا لا؟ كويس. ونمره اتنين، ايه اللي يضايق طالما انتوا بتتكلموا عن ديمقراطيه، ايه اللي يضايق النهارده ان واحده تلبس النقاب، واحده تلبس الحجاب، واحده تلبس الاسدال، ايه اللي يضايقكم؟ يعني ليه بنركز على دور ما بنركزش على ناس كتيره جدا مش لابسه حاجه خالص؟ ليه ما بنركزش على كده يعني؟ فالنهارده الاجهزه الامنيه بتتكلم وبتقول، يعني اشارت المصادر الى ان هناك تتبع عن مبلغ 60 مليون دولار دخل مصر خلال الايام القليله الماضيه لتمويل الاحداث. يعني المصادر بتتكلم، طبعا الله اعلم بصحتها، هي ليست قرانا، لكن في جيم بيتلعب عشان مصر تولع يوم 25 يناير. اه، واسمعوا كلام علاء عبد الفتاح الراجل اللي هو بتزعلوا لما اقول كده، بس هو بيقول على نفسه انا بحب الشواذ وبيهمني الشواذ بالجواز، بيهمني راجل اتجوز راجل وست اتجوزت ست. تخيلوا بقى افراز مجتمع مصري متدين والمفروض ان احنا نتعاطف معاه ونحبه، ويقول لك ايه المشكله ما نظلموش، ما حدش قال نظلمه. اما صاحبه اعترف عليه انه سرق سلاح ولا عمل ولا سوى وخرج من الحكم العسكري، ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان يا حبايه قلبي قعدوا يعيطوا وبكبكوا لما ماتوا لحد ما خرجوه، كل يوم بيبتدي يشتم في المجلس العسكري ويشتم في الشعب المصري اللي مش هيشارك في دمويه 25 يناير. شويه عيال ماجوره، شويه عيال ماجوره. ولما تقعد تسمعهم في الفضائيات تعرف انه لا حد رباهم في بيت ولا حد رباهم في مدرسه ولا حد رباهم في جامع، بيقعدوا يكلموا ناس اكبر من ابائهم وامهاتهم بيتكلموا عن كده، وانت دخلك ايه وانت واحنا شباب ايه، ويقعد يترجم في الكلام ويحسسك ان هو قال هي دي كده الثوريه. الا لعنه الله على ثوره تاتي بهذه الاخلاق؟ ثوره ايه اللي بتيجي بالاخلاق دي؟ ثوره ايه اللي تيجي باخلاق انك انت تسب الكبار وتلعن اللي خلفك وتسيء لاعراض المخالف فيك؟ ثوره ايه دي اللي انت بتتكلم عنها يعني؟ المفروض يكون عندنا دين هو اللي بيحكمنا دين. الثوره خلاص قضت على نظام، المفروض كنا نتصور ان احنا بنحط ايدينا في ايدين بعض عشان نكمل بناء بلدنا، مش نحمل هذا البغض، البغض لكل من يخالفنا في الراي. اللي مش عايز حد مرشح بعينه نشتمه، اللي اعترض على تصريحات واحد من بتوع الثوره يعني ايه نجرده من ملابسه ونطلع له فيديوهات ما انزل الله بها من سلطان ونشتغل كوبي بيست. وكل المشكله ان اللي بيعمل كده ناسي، ناسي مساله ان في حساب بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، وان ربنا هيساله ايه اللي دفعك ان انت تسوق صوره انسان او تقطع له جزء من فيديو ولا تسيء له في حاجه، ايه اللي خلاك تعمل كده؟ ثوره وثوريه؟ طب فين دينك؟ فين حرصك على ان ربنا مراقبك؟ فين الكلام ده كله؟ ده مش موجود في حسابات كتير من الناس. عشان كده بقول انا الايام انه كتير من مشايخنا يدخلوا في مساله التربيه والتزكيه مره تانية، لان حتى قطاع عريض من الشباب السلفي زي ما اخويا حسام ابو البخاري قال لي امبارح في لقاء كنت معاه بعد حلقه امس، كلمني انه معترض عليك جدا وشايف انك انت عدو الثوره. هو انا لما اقول الست تحترم نفسها وتقعد في بيتها عشان ده ما يرضيش ربنا، ولا البنت ما تطلعش تحط دماغها او رجليها بين دماغ شاب وتقف هو يشيلها ويمسك رجليها، ولا تنام بنت مع ولد في صور بنجيبها، ولا ناس تشرب مخدرات وعندي كلام في ميدان التحرير اهو، هل ده معناه ان انا باقذف انسان شريف؟ ده انا بتكلم عن ناس بتعمل شيء ما يرضيش ربنا. كنت متصور ان اول ناس تعترض على هذا المنهج الفاسد هو الشباب السلفي والشباب اللي اتربى على ايد المشايخ. يقول سبحان الله، معقوله؟ لا، احنا نرضى برضه اخت بدل ما نصون عرضها احنا ننزلها وسط الكلام ده، ولا نرضى البنت تنام وسط شباب زي احمد دوما فندي اللي كان نايم مع شويه البنات في الصوره اللي جبناها، ولا نرضى شباب يشرب مخدرات، ولا نرضى ما تقف من دون التحرير تدعو الناس الى الله. نبي الله يوسف كان في السجن وقال كده، يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وابائكم. اتكلم في الدعوه وانت في ميدان التحرير، وانت طول النهار واقف في ميدان التحرير بس لمشكله فقط المجلس العسكري واحساسك انك انت يعني عايز تبقى ثوري وخلاص. يعني خلاص ما بقاش في دين بيحكمنا واحنا حتى بناثور؟ ما فيش دين، ما فيش دين، بسال ما فيش دين؟ وان اخطا الاخرون نسيتوا علي ومعاويه رضي الله عنهما لما علي بن ابي طالب قال اخواننا بغوا علينا؟ يعني لما يجي شيخ ليك ولا يجي اخ ليك يخالفك ويقول لك المنهج ده غلط